ما قلت ان الزمالك ما بيقدرش يخرج من اجواء الهزيمه، دايما الاهلي بيعرف يخرج من اي اجواء سواء كانت هزيمه او حتى فرحه. يعني شفنا الاهلي قدر يتغلب على اجواء هزيمه نادي الزمالك في السوبر، وايضا في الدوري بالفوز ببطولات بعدها على طول قدر يتغلب على نشوه الفوز والانتصار بمباراه الزمالك بالفوز على الاتحاد رغم ان هو كان بعيد تماما. الاهلي في المواقف دي يعني بتلاقيه بيعرف يتعامل وعنده حلول كتير. لان عنده الادوات اللي تساعده على ده، عنده مدير كوره قوي، عنده مجلس اداره قوي بيقدر يلم، عنده قائد في الملعب او لعيبه متحمله مسؤوليه ناديهم بشكل كبير. الزمالك ما عندوش؟ لا الزمالك مش ما عندوش، لكن ممكن اقول ان قله خبره. قله خبرات او قله النهارده اللعيب الفرق الكبيره. ايوه بس الكلام ده على مدار دي يعني السنين. لا ما انا عايز اقول لك يا مهيب، ان انت ما تجيش تقول لي في نادي الزمالك، نادي الزمالك نادي كبير وما نقدرش ننكر الكلام ده. طبعا نادي الزمالك عنده فرقه كويسه السنه دي، عنده قوام اساسي وفرقه بتنافس على البطولات. يمكن برضه عشان ما ندي الزمالك حقه، لا انت عندك فرقه كسبانه السوبر في اسبوع، اتنين سوبر وكسبان قبل كده السوبر السعودي، يعني فرقه وبتوصل لنهائي افريقيا وبتنافس على نهائي كاس. لكن لما تنهار بالشكل ده يبقى عدم خبرات، عدم خبرات من اللعيبه، رغم الفوز بكل حاجه، يعني فوز على الرجاء في الرجاء، الترجي، الاهلي، يعني خدت جرعات مع انديه كبيره. عايز اقول لك على حاجه، يعني كنا بنشفق على نادي الزمالك، هيلعب الترجي، هيلعب الاهلي، هيلعب، انت واخد بالك؟ كسب كل الناس دي، ده كسب الرجاء رايح جاي. لكن خليني اقول لك ان انت عشان مش حل مجلس اداره، او ان انت بتحل مجلس اداره ان الفرقه تنهار بالشكل ده. لا مش ده سبب، انت مش فريق قليل. ده سبب، ده سبب. لا ماشي، واحد نفسيه في عقده وفلوسه وهيتعامل مع مين وهيحصل ايه. طب الناس اللي جت، انت مش عاجبك ايمن يونس وحليم علي الناس دي مش قادر احاسبها، واشرف قاسم. لا طبعا الناس دي فوق دماغي وفوق دماغ اي حد، لكن انا مش قادر، انا كلاعب وليا حقوق، مش قادر احاسب الناس دي. ابسط حاجه انا اروح لكابتن اشرف، كابتن ليا كذا كذا كذا، كابتن بيدور مش ليا حاجه، انا كابتن هعمل لك ايه؟ معلش، ما احنا نستحمل النادي برضو. انا عندي ازمه، اللعيبه دي ما كانش هتشيل النادي في ازمته، وان انا استحمل لما يجي لجنه تاني او رئيس تاني ويمسك الفرقه. انا لازم اشيل الفرقه. ما ايه فايده ان انا ابني النادي؟ لا يا كابتن ابو جلال، انا بكلمك تعمل كده، انا ما اقدرش، انا ما اقدرش، مش كل الناس. معلش، انا فين حب النادي وولاء للنادي اللي احنا بنتكلم عليه؟ في احتراف واللعيب بيروح للي يديله فلوس اكتر، لكن انت الوقت بتلبس في نادي الزمالك. بالظبط، نادي الزمالك نادي كبير، ما كانش اللعيبه اللي موجوده دي. ما انت النهارده اللعيبه دي يعني خدت من النادي كتير، صح ولا انا غلطان؟ تمام. طيب انا في ازمه في النادي، في نادي الزمالك، او في ازمه في مجلس الاداره، انا كلعيب لازم اقف جنب المجلس او اقف جنب النادي في الفترة، لان انت بتتعامل مع كيان، انت ما بتعملش مع اشخاص. ده بيعتمد على الكلام اللي كل الناس، لان انا فلوسي يا مهيب، انا فلوسي مع احترامي، انا فلوسي في النادي، انا ماضي مع نادي الزمالك. يعني انا عندي دلوقتي، عندي اوباما هيجدد ولا مش هيجدد؟ لما اوباما يشوف الفريق كده وبيحب الزمالك وابن نادي الزمالك، لا انا هجدد وهلعب موسم، وان شاء الله لا اجدد لموسم، النادي يقف على رجله، الفريق يقف على رجله. جنش نفس القصه، لا انا هجدد. انا بتكلم عن الناس اللي هم قعدوا في نادي الزمالك فترات كبيره ويعلموا يعني ايه قيمه نادي الزمالك وتشيرت نادي الزمالك. الوقت ده محتاج مين؟ مصطفى محمد؟ لا انا هاجل الاحتراف لمده سنه. طبعا. لحد ما الفريق يقف على رجله. بقى مهم زي ما قلنا. لا يبقى لازم، بص لازم ده اللي يقصده ابو ده. لازم اثبت لجماهير الزمالك اللعيبه ديت، لازم تثبت لجماهير الزمالك يا مشير ان انا بحب النادي، بحب الفانيلا، ما بحبش اشخاص. انا النهارده هيمشي مرتضى منصور، مع احترامي للمستشار مرتضى، هيجي سين صاد، انا بتعامل في الاول في الاخر، انا بتعامل مع كيان. بالظبط، لازم اقف، اللعيبه تقف مع ازمه النادي.